مرحبا يا احلى عالم. اليوم عاملين وصفه كثير مميزه وكثير مشهوره بالسعوديه بمناسبه اليوم الوطني السعودي. رح نعمل اكله اسمها المرقوقه او المرقوق او مشهوره بالسعوديه بالمطازيز. رح نبلش اول شيء بالعجينه. رح نعمل العجينه سهله كثير، ما فيها كثير مقادير. بعدين رح نبلش بعدين باللحمه. بهالوصفه عم نستخدم اللحم الاسترالي لانه كواليتي، عم نحكي نحن اليوم على جوده كثير عاليه. للعجينه شو رح نعمل؟ عندي انا هون طحين اللي هو طحين الخبز، وراح استخدم كمان الهول ويت يعني الحبة كاملة مثل ما شايفين هون، هيك لونه شوي بني، تعطيني طعمة وتعطيني قوام كتير حلو للعجين تبعتنا. راح نضيف فوقهم ملح، تقريبا المقادير خلينا نقول 200 جرام طحين، 100 جرام هول ويت او القمح الكامل او الحبة الكاملة. وراح نضيف معهم تقريبا حوالي من 100 ل 120 جرام مي. راح بلش اول شيء ب 100 جرام مي، بعدين شوف القوام تبعت العجينة. لازم ما تكون العجينة كثير رخوة لان عم نعملها مثل الباستا. راح نضيف هلا المي، وراح نحط العجينة، وراح نشتغل هلا على سرعة خفيفة لحتى بس العجينة هيك تجمع بعضها. بس قبل ما نبلش بالعجينة، إذا ما كنتوا عاملين سبسكرايب على قناة فتافيت باليوتيوب، شو ناطرين؟ في جرس صغير تنقلوا عليه تاخذوا إشعار كل جديد لحتى تشوفوا وصفاتنا الجداد. العجينة لمت على بعضها مثل ما شايفين، العجينة قاسية، المي تبعتها قليلة، مثل ما كأنه عم نعمل عجينة المعكرونة أو الباستا. هلا راح استعمل الايد شوي، رح لم العجينة على بعضها البعض، وبعد ساعة صدقوني رح تطلع العجينة تماما مختلفة. رح لف الكلينج فيلم على العجينة مزبوط لما بدي العجينة تنشف، تك تك تك. وهيك العجينة بدها تقريبا حوالي 30 دقيقة للساعة بالكتير، بعدين نقدر نشتغل فيها ونشكلها للطريقة اللي بدنا اياها. هلا وقت الجد رح نبلش باللحمة تبعتنا، رح نبلش نعمل اليخني او الستو مثل ما بيقولوا، المرقوقة او المرقوق او المطازيز. رح استخدم انا هون اللحم الاسترالي لانه نحن عم نحكي على جودة وعلى كواليتي. رح اخذ الطنجرة تبعتي. هلا شو رح نعمل؟ رح نحمر اللحم لحتى يعطيني نكهة، عم نعمل ميا رياكشن، ما بدي اللحمة تطلع مسلوقة سلق بالطبخة تبعتنا أو بالستو. أول شيء لحتى نحمر اللحم رح أحط شوية زيت نباتي شوي خفيف، ما نكتر. الزيت عندي أنا هون حمي، رح ناخد الموزة ورح ننزلها بالطنجرة عندي. نفس الوقت رح حمر معهم شوية بصل، شوية ثوم، رح ضيف فوقهم الزبدة. ما حطينا الزبدة بالأول مشان ما تحترق، بس رح نبلش هلا ننزل الزبدة اللي عنا إياها هون لحتى نقدر نقلي مزبوط. شايفين كيف اللحمة عم تتحمر؟ الزبدة عندي أنا هون صارت اللون البني الحلو، هذا اللي بدي إياه أنا. شو رح أعمل؟ رح ضيف فوقهم هلا البصل. شايفين كيف نحن عم نحضر الوصفة تبعتنا، عم نحضر المطازيز أو المرقوقة؟ خبرونا أنتو كيف بتحضروا المرقوق أو المرقوقة أو المطازيز. البصل عندي أنا هون عم بتحمر مع اللحمة، عن جد الريحة يا جماعة خيال. رح نملح شوي صغيرة، ما نكتر، نرجع نملح كمان في الآخر. هلأ رح ضيف فوقهم الثوم. عندي أنا الثوم مثل ما شايفين هون مقطعهم هيك شوي لقطع كبيرة، ما بدي التوم يهتري، ما بدي التوم كمان يحترق معي لحتى يقدر يستحمل بالطبخ لمدة ساعتين أو خلينا نقول أربع ساعات في الفرن، فبضل مبين. رح نضيف التوم. هلا رح أضيف فوقهم معجون الطماطم. شو بعمل أنا هون؟ رح معجون الطماطم رح يتحمص، رح يعطيني طعم كتير طيبة للمرأة تبعتنا أو للستو. رح نضيف معجون الطماطم. هلا شو رح نعمل؟ لما معجون الطماطم او رب البندوره يتحمص رح نحط البهارات. عندي انا هون تشكيله بهارات بتعطينا نكهه كثير طيبه، بتختلف شوي من بلد لبلد، في ناس بيضيفوا البزار، في ناس ما بيضيفوا البزار، فبترجع لهم. عندي انا هون شويه كزبره، شويه قرفه، رح ضيفهم فوقهم، ورح نضيف فوقهم شويه اللومي المطحون، شويه فلفل اسود. عندي انا هون شويه كركم. عندي
بزار وعندي هون شوية هال هال شوية بزار والبهارات ترجع لكم اختياريين. خلي البهارات شوي تتحمص والله عن جد الريحة اخ يا ابو القرف شغلة عظيمة. ما حرقنا البهارات انتبهوا على الحرارة كتير مهمة. رح اضيف فوقهم شوية مرقة لحمة عشان ما يحترقوا ما تحرقوا البهارات شوي صغيرة بس ونحن في السليم. وعندي بندورة مقشرة ومقطعة لمكعبات رح ننزل البندورة فوقهم نحن في السليم. هلا نحن هاي المرقة تبعتنا لسه فيها خضرة يعني اليوم إذا عم نقول المطازيز أو المرقوق أو المرقوقة فيها خضرة فلازم يكون عندي في مرق لأنه إذا ننزل خضرة ننزل العجين إذا كانت كتير سميكة تطلع عندي الطبخة هيك ملبسة على بعضها البعض. فراح نضيف المرق شايفين لحتى نغمر عظيم جدا تمام. هلا هيك رح نطبخ على نار خفيفة على نار هادية نحرك تحريكة اللون حلو. هلا في عنا حلين لما نحطها بالفرن الطبخة تبعتنا وبتاخد تقريبا 4 ساعات 5 ساعات درجة حرارة 90 او بنخليها على نار هادية بالتكتك بتاخدها تقريبا حوالي ساعة ونص لساعتين بالكثير. فاذا حطيناها بالفرن بتعطينا عن جد نتيجة اطيب. فرح نرجعكم وفرجيكم كيف رح تكون اللحمة مطبوخة ورح نطبق فوق الخضرة بعدين اخر شيء رح نطبق فوقهم العجين. الطبخ بكل ثقة مع تنزيل تطبيق المطبخ العبقري. من بعد ساعتين الوصفة عندي أنا استوت الريحة بتجنن الموزة رح تكون هيك مهنها تنهنه شوية ملح بالملح مظبوط. نحن منتبهوا كنا من قبل متبلين كمان بالملح. هلا رح ضيف فوقهم خضرة عندي أنا هون القرع البتنجان الكوسة أي شيء موسمي عندكم موجود متوفر ما في مشكلة والفاصولية. رح نزل الخضرة وخلي الخضرة تبعتي بقى تكتك على نار هادية أو خفيفة مع اللحم. أنا طيبخه تقريبا 3/4 طبخة لأنه ما بستوي بياخد وقت القرع ليستوي. رح شغل عن الطبخة تبعتنا على نار هادية لما تستوي الخضرة بكون احنا هيك عم نشتغل بالعجين. رح نشوف شو وضعه. نشيل ورق النايلون. رح ناخد سكين رح فرجيكم شو صار عندي هون. رح اقطع. شوفوا لي هالمنظر. صارت جاهزة هلا لحتى نعمل المطازيز. هلا رح اخذ شوية صغيرة طحين، شوية صغيرة ما رح نكتر لحتى نقدر نشكل العجينة وبإيدنا بنحاول نرق العجينة شوي صغيرة لحتى نقدر نستخدم المكنة. إذا ما كان عندكم ماكينة الباستا فيكم تستخدموا الشوبك ما بيأثر لحتى تقدروا تعملوا العجينة تبعتكم. تمام تمام صارت مغبرة رح نشوف إذا بنقدر نبلش نشتغل فيها. تمام يا عين شايفين كيف صارت؟ هلا بنرقق شوي صغيرة. نرجع من نزلة. تمام 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 عظيم. رح اخذ انا هذا المقطع اللي عندي اياه هون فيكم تقطعوا بالكاسه فيكم عندكم هذا المقطع بس هذا المقطع حلو. العجينه شوي مصغره عشان ما تطلع كثير كبيره ما تطلع معي معجنه تطلع تقريبا يعني اللقمه بتتم. فعندي هذا المقطع كثير حلو ترجع لكم وهذا الشيء اختياري. نقطع العجينه وأكلة المطازيز يا جماعة مشهورة كتير بالمطبخ النجدي حتى كمان بيعملوها بالقسيم بس أكتر بالمطبخ النجدي مشهورة كتير هالأكلة. هذا العجين بنرجع بنشكله بنرجع بنشتغل فيه مرة تانية بعدين. العجين عندي أنا هون صار جاهز رح هلأ نسقط العجين كأنه عم نطبخ معكرونة عم نعمل باستا بدها تقريبا حوالي 2 دقيقة مع المرقة. رح نسقطهم بهالطريقة وهيك رح يسبكوا لي العجينه تبعتنا تطلع عندي عن جد اكله روعه. نحاول وقت نسقطهم نعرف وين ننزلهم عشان ما يلزقوا ببعضهم شايفين كيف. نحن هلا هيك والسلام بدهم تقريبا 2 دقيقة ليرجع يتسبكوا هيك كلهم مع بعضهم البعض
وتكون وصفتنا جاهزة، وفرجيكم كيف رح نقدم المطازيز أو المعفوق. أكلتنا صارت جاهزة مثل ما شايفين، تسبكت، العجين استوى، الخضرة استوت، المنظر بجنن. شوفوا لي منظر العجين كيف صار، وهيك صار عندي أنا أكلة المطازيز. عن جد أكلة روعة. رح أخذ الموزة تبعتنا لحتى نقدر نقدم الصحن. منتبه لأنه اللحمة مستوية بهالطريقة. رح شيل اللحمة تبعتنا على صحن التقديم. يا عين يا عين يا عين، روعة. رح أضيف شوية كزبرة خضراء. شايفين هالألوان اللي بتجنن، ريحتها بتطلع، طعمتها عن جد غير. رح نحرك. ويا عين ويا عين. هلا رح ننزل الطبخة تبعتنا بالصحن. الخضرة استوت، العجين بجنن، شكل الموزة بتجنن، الكواليتي والريحة والطعمة، لأنه بستخدم أنا هون اللحوم الأسترالية. إذا عجبتكم هاي الوصفة شو بتعملوا؟ عملوا سبسكرايب على قناة فتافيت باليوتيوب لتاخذوا إشعار بكل الوصفات الجديدة. ما تنسوا تعملوا لايك وشير وكومنت، لأنه رح أقرأ التعليق تبعكم. رح نزين بشوية كزبرة خضراء على الوش، وهيك صار عندي أنا المرقوق، خلينا نقول، أو المرقوقة أو المطازيز. وهيك صارت وصفتنا جاهزة. لأن اللحمة تبعتنا اليوم ممتازة وعم نستخدم اللحمة الأسترالية، رح يطلع عنا عن جد أكلة هنية. أنا محمد وسلام.